السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من قضايا وآراء. حلقتنا لهذه الليلة مميزة بإذن الله، فالضيف مميز والموضوع مهم جدا. أما الضيف فهو العلم المعروف والعالم المشهور فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، مؤسس ورئيس مركز تكوين العلماء بنواكشوط بموريتانيا. وأما الموضوع فهو التطبيع مع الصهاينة الذي يتوالى فعله من قبل حكام الدول العربية، وهو وإن كان تحت الطاولة إلا أنه اليوم فوقها وبوضوح. سيكون الحديث بمعية الشيخ الجليل إن شاء الله عن طبيعة هذا التطبيع ومفهومه ومجالاته وخطورته وحكمه الشرعي والواجب لمقاومته على العوام والخواص ووسائل الإعلام. أرحب بكم فضيلة الشيخ بداية. وبكم وكرمكم الله. الله يبارك فيكم شيخنا. شيخنا، يعني لو نبدأ بكلمة التطبيع، التطبيع لعله في اللغة معناه رد الشيء إلى طبيعته. فهل كانت علاقة المسلمين والعرب مع اليهود والصهاينة على وجه الخصوص علاقة ود ومصافاة، أتت بعدها علاقة حرب وعداوة حتى يكون لاستعمال هذه الكلمة معنى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن التطبيع إما أن يكون مشتقا من الطبع وهو الوسخ، أي توسيخ الأيدي والأعراض والذمم بالخيانة، فيكون الإطلاق حينئذ صحيحا، أو أن يكون من الطبيعة كما ذكرتم وهو إعادة كل شيء إلى طبعه وأصله، والعلاقة مع المحتلين والغاصبين والغازين أي كانوا، سواء كانوا يهودا أو مسلمين أو نصارى أو دينيين أو ملحدين، هي علاقة عداوة، وطبيعتها تطبيعها معناه إعادتها إلى العداوة، وهذا الذي تفقده العلاقة الآن بين العرب وجمهور المسلمين والصهاينة المحتلين لمقدسات المسلمين. فإن المفروض أن يطبعوا جميعا بمعنى أن يعيدوا الحرب ويحرروا المقدسات، فهذه هي طبيعة هذه العلاقات المقبولة شرعا. فلا يحل للمسلمين إسلام المسجد الأقصى، ولا إسلام أرض المسلمين، ولا إسلام المستضعفين من عباد الله الذين يقتلون بدماء باردة وتهدم بيوتهم و مساجدهم ومستشفياتهم وجامعاتهم على رؤوسهم. فلا يحل للمسلمين السكوت على ذلك من أي طرف كان، حتى لو كان الذي فعله مسلما، فلا يحل للمسلمين السكوت على تهديم المساجد في مصر، مع أن الذي يهدمها هو الحكومة المصرية، ولا يحل لهم السكوت على هذا الظلم والعدوان من أي طرف كان. فأي طرف حصل منه ظلم فالمسلمون أهل العدل وأمة العدل، ويجب عليهم أن يقفوا مع المظلوم حتى يأخذ حقه. وقد ذكر ابن جرير الطبري في كتاب التبصير إجماع الأمة على أن على الأمة وعلى العامة أن يقوموا مع المظلوم إذا ظلمه ولي الأمر حتى يأخذ نصفته وحقه. فإذا كان هذا أن تقوم الأمة مع المظلوم من أبنائها إذا ظلمه ولي أمر المسلمين، فكيف إذا ظلمه عدو معتد غاصب وكان المظلوم من مقدسات المسلمين كما ذكرنا؟ فأكبر أسير على وجه الأرض الآن هو المسجد الأقصى، فهو أسير منذ هذه المدة الطويلة في أيدي الأعداء، وهم يدنسونه ويحاولون هدمه ويلصقون به أجهزتهم ويضعونها على أسطحه وعلى أبوابه، ويمنعون أهله من عمارته بما أمر الله أن يعمر به من ذكر الله والعلم والقرآن، ويصدون الناس عنه. وهذا الوضع لا يحل إقراره، ويجب على المسلمين جميعا أن يبذلوا قصارى جهدهم بأموالهم وبألسنتهم وبأيديهم وبسلاحهم لتحرير المسجد الأقصى
ورده إلى الأمة الإسلامية، وهكذا كل أرض فلسطين. نعم شيخنا، يعني أفهم من كلامك أن طبيعة العلاقة مع اليهود هي العداوة والبغضاء، يعني لماذا كان هذا الأصل في العلاقة مع اليهود هو العداوة والبغضاء؟ اليهود هم المعتدون وهم الذين بدأوا، وقد بدأوا بعداوتهم، فهم أعداء الله من خلقه، عادوه وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وهم الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وهم الذين زعموا أن الله ضعيف وأن يعقوب صرعه وخنقه وأخذ منه العهد لا يعذب أحدا من ذريته إلا أياما معدودات، وهم أعداء ملائكة الله، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، وهم أعداء رسول الله، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وهم أعداء محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حاولوا قتله 5 مرات ونقضوا عهده، كلما عقد معهم عقدا نقضوه ووضعوا له السم في الشاة، وتمالؤوا مع المشركين عليه قبل الهجرة، وهم الشياطين الذين وصفهم الله بهذا الوصف في سورة الأنعام، فقال تعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالشياطين المقصود بهم شياطين الإنس من اليهود الذين كانوا يوالون أولياءهم من المشركين، وهم كذلك أشد الناس عداوة للمؤمنين كما قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، وهم كذلك أعداء الاقتصاد، فهم أكالون للسحت وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وهم أعداء البشرية كلها لأنهم يسعون في الأرض فسادا كما قال الله تعالى ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، وكل هذا من طبعهم هم، فنحن لا نعادي أحدا إلا من ظلمنا ولا نشن حربا إلا على من حاربنا، ولكن اليهود هم الذين اتخذوا هذه القرارات، واتخذوا قرارا بمحاربة الله وعداوته، واتخذوا قرارا بمحاربة جبريل وميكائيل وإسرافيل، واتخذوا قرارا بمحاربة أنبياء الله جميعا بمن فيهم موسى بن عمران الذي قال لهم يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وكذلك عيسى بن مريم الذي حاولوا قتله وصلبه حتى رفعه الله إليه وشبه لهم فقتلوا المشبه به، وكذلك قتلوا زكريا ويحيى وغيرهما من الأنبياء، وهم كذلك الذين اتخذوا هذا القرار بمعاداة محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، واشتدت عداوتهم لهم أشد من عداوتهم لكل الأمم الأخرى، فلا أحد يتخذ هذه القرارات إلا اليهود، فهي قرارات منهم، وكذلك هم الذين اتخذوا قرارا ببروتوكولات حكماء الصهيون بأن يحتلوا أرض المسلمين في الشام وأن يحتلوا مقدساتهم وأن يجتمع شتاتهم من مختلف الجنسيات ومن مختلف البلدان، فاجتمعوا بيضا وسودا من الروس ومن الغرب كله ومن بلاد العرب ومن بلاد الحبشة وغيرها حتى اجتمعوا في فلسطين وطردوا من استطاعوا طرده من أهلها في النكبة، وصابرهم من صابرهم وجاهدهم من جاهدهم، وما يزالون إلى الآن قابعين على هذه المقدسات وعلى هذه الأرض، وما زالوا إلى الآن كذلك يؤذون سكانها ويعذبونهم ويسومونهم سوء العذاب، ولكن الله سبحانه وتعالى تعهد لليهود بمن يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة، فقد قال الله تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، وقد حقق الله ذلك في زماننا بالمقاومين الفلسطينيين الذين جاء الله بهم وهيأهم لهذه المعركة بالنيابة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالمعركة واجبة على الأمة كلها، ولكن هؤلاء الأبطال هم الذين قاموا الآن بهذا الواجب، ولذلك حقق الله لهم فيه من الكرامات الشيء الكثير، وقد رأيتم بالأمس كيف حقق الله لهم الاستيلاء على سفينتين إنجليزيتين غارقتين في البحر وما فيهما من السلاح، وحقق لهم كذلك إخراج القصب الذي كان القصب الحديدي الذي كان اليهود دفنوه في الأرض،
وكل ذلك من أفضال الله سبحانه وتعالى ومن تحقيق ما أخبر به في كتابه، وهو عقيدة يجب على المسلمين اعتقادها، وهي مستمرة إلى يوم القيامة كما قال تعالى: إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب. فكل ذلك يستحقونه، ولم يظلمهم الله جل جلاله، ولم يظلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يظلمهم المؤمنون، ولم يظلمهم الفلسطينيون، وإنما هم الذين اتخذوا هذا القرار، وهم الذين ظلموا، وهم الذين بدأوا، وهم الذين احتلوا، وهم الذين دنسوا، وهم الذين قتلوا وشردوا، فاستحقوا أن يعاقبوا وأن يحاربوا حتى تؤخذ منهم الحقوق لأهلها، وبعد ذلك يكون اليهود مثل غيرهم. فلو كان في دولة من الدول الإسلامية في دول المغرب العربي أو غيرها مثل الجالية اليهودية وكانوا من مواطني تلك الدولة ولم يحاربوا المسلمين ولم يشاركوا في هذا المشروع الصهيوني، فإنهم مواطنون يستحقون ما يستحقه المواطنون، وتعصم دماؤهم وأموالهم، ولا يعتدي عليهم أحد من المسلمين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، كما في صحيح البخاري. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتداء على من كان له ذمة الله ورسوله، ولا يمكن أن يعتدي المسلمون على أصحاب الديانات الأخرى إلا إذا كان من المسلمين ظلام وفجار. فالأصل أن هذه الأمة أمة خير للبشرية كلها، وأمة دعوة، وأمة خدمة وهداية، ولذلك جعلها الله خير أمة أخرجت للناس: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنحن لا نعتدي، ولكننا لا نقبل الطيمة، ولا نقبل المذلة، ولا نقبل الاعتداء، ولا بد أن نكيل لمن عادانا عداوته وأن نرد له قرضه، وهذا فرض علينا وواجب. نعم شيخنا، إذا كانت العلاقة في الأصل مع اليهود هي العداوة أو البغضاء، لماذا إذن تستعمل هذه الكلمة التطبيع، وكأن الأمر يوحي بأن الأمر الطبيعي بين في العلاقة بين المسلمين والعرب هي علاقة صفاء ومودة؟ هل هي من قبيل التدليس، ومن برأيك الذي يعني استعمل هذه الكلمة أو هذا المصطلح؟ لا أشك أن هذا المصطلح يهودي وأنه جاء من اليهود أنفسهم، فهم الذين يضعون هذه المصطلحات ويريدون من ورائها ما يريدون، وهذه مؤامراتهم فيتبعهم عليها من وراءهم. فأنت الآن تسمع كثيرا من المصطلحات اليهودية تشيع في الإعلام العربي، من مثل خارطة الطريق. خارطة الطريق هذه كلمة في كتبهم، وهي في ما يزعمون أنه من التوراة المحرفة المبدلة بأيديهم، وأصبح الناس يستعملونه حتى أصبح هذا المصطلح شائعا في وسائل الإعلام وهكذا. فكذلك التطبيع هو من هذا القبيل. نعم. طيب شيخنا، يعني البعض لا يرى في التطبيع بأسا من الناحية الشرعية، ويستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود وكان يتعامل معهم بيعا وشراء واستدانة ورهنا، وليس أدل على ذلك كما يذكرون من أنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. يعني شيخنا، حتى نؤصل المسألة، بداية دعني أسألك: ما حكم التعامل مع غير المسلمين من يهود وغير يهود في البيع والشراء والاستدانة والرهن وغير ذلك؟ بارك الله فيك. بالنسبة لغير المسلمين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: إلى أهل ذمة وهم رعايا من رعايا الدولة الإسلامية، يخضعون لقوانين هذه الدولة ولا يحاربونها ولا يعتدون عليها، وهؤلاء يجب الحفاظ عليهم وحفظ أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، ولا يعتدى عليهم بوجه من الوجوه، يجوز البيع والشراء منهم ولا حرج في معاملتهم بأي وجه من الوجوه، لا بيعا ولا شراء ولا إجارة ولا كراء. والقسم الثاني هم المعاهدون الذين دخلوا إلى الدولة الإسلامية إلى أرض المسلمين بتأشيرة وتأمين أمنهم فيه المسلمون، ولم يأتوا لحرب ولا لخيانة ولا لتجسس ولا لإفساد دين، وهؤلاء أيضا قد أحرزوا أنفسهم ودماءهم وأعراضهم، فلا يحل التعرض لهم ويجوز البيع والشراء منهم بما لا يلحق الضرر بالمسلمين، ولا يجوز بيع أشياء محددة لهم في ذلك كبيع المصحف لهم، ولا يحل كذلك التفريق بين صغير وأمه
حتى يذغر بما إلا هم ونحو ذلك. وأما القسم الثالث فهو الحربيون وهم الكفار الذين ليسوا من رعاية الدولة الإسلامية وليس بينهم وبين المسلمين عهد. وهذا القسم سواء كانوا يهودا أو غير يهود لا يحل التعاون معهم بأي وجه من الوجوه. وقد سئل مالك رحمه الله عن السفر إلى أرض الحرب للتجارة فقال قد كتب الله لكل نفس أجلا تبلغه ورزقا ينفذه وهو تجري عليه أحكامه فلا أرى أن يسافر إليهم. والمقصود بذلك أن كل ما يؤدي إلى تقوية اقتصادهم أو يؤدي إلى تربيح تجاراتهم أو حتى بيع العلوم والتكنولوجيا أو المواد التصنيعية أو كالنفط والغاز وغير ذلك لهم فهو ممنوع في الأصل لأنهم يستعينون به على حرب المسلمين وعلى إلحاق الأذية بالمستضعفين وكل ذلك ممنوع. فقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. فلا تحل معاونتهم على اعتدائهم ولا على إلحاق الأذية بأي طرف كان. وقد ذكرنا أن هذه الأمة أمة عدل فيجب عليها نصرة المظلوم أيا كان حتى لو كان من ديانة أخرى. فلو اعتدى كافر على كافر وجب على المسلمين نصرة ذلك الكافر المظلوم على الكافر الظالم وحتى يأخذ حقه منه إذا قدروا على ذلك. نعم شيخنا، يعني لمزيد من التوضيح كيف كانت علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود بعد هجرته إلى المدينة المنورة؟ بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أصبح رئيس دولة وأصبحت له دولة وقوة. وهذه الدولة رعاياها ينقسمون إلى أربعة أقسام: إلى المهاجرين الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المدينة، منهم من جاء من مكة ومنهم من هاجر إليه من غيرها من أطراف الأرض، وإلى الأنصار وهم ابناء قيلة من الأوس والخزرج الذين كانوا في المدينة قبل الهجرة يتبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وإلى اليهود الذين كانوا يسكنون في المدينة مع الأوس والخزرج وقد اختاروها قديما لأنهم علموا وقرأوا في كتبهم أنها مهاجر نبي آخر الزمان، وإلى قبائل العرب الأعرابي الذين يسكنون قرب المدينة كبني بلي وبني مدلج وبني محارب. فهذه أربعة أقسام جعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وثيقة هي وثيقة المدينة التي هي بمثابة أول دستور عربته البشرية، وذكر فيها ما لهم من الحقوق وما عليهم من التعاون وما على هذه الدولة القيام به تجاههم. وحينئذ كانوا من رعاية الدولة الإسلامية فلا يستنكر أن يقسط إليهم ولا أن يعطوا من مال الدولة ولا من ماله الشخصي، لا يستغرب دعوته لهم وزيارته لهم وتلبيته لدعوتهم. فقد دعاه يهودي إلى إهالة سرخة فاستجاب لدعوته، والإهالة هي الزبدة والسرخة التي قد تغير لونها فأصبحت صفراء، أي أنها منذ أيام أو منذ مضى عليها وقت. فزاره في بيته واستجاب لدعوته، وكذلك كان يعود مرضاهم، وكذلك كان يعطي ويتصدق على فقرائهم ويأذن لأصحابه بذلك ويأمرهم به. وزوجته أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها قد وقفت دارا لها على أخ لها يهودي. فهذا كله من الإحسان إلى رعاية الدولة وهم حينئذ من رعاية الدولة. وقد ذكرت أنت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، وهذا اليهودي من رعاية الدولة الإسلامية وهو أحد أفراد هذه الدولة تحت حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إحسانه إلى جيرانه منهم وإكرامه لضيوفهم، وأنه وقت لهم 3 ليال يدخلون بها الحرمين ليبيعوا تجاراتهم ثم يخرجون، وكذلك عاملهم على زروع خيبر بالنصف أي بالشطر، وهكذا عاملهم أيضا على أرض فدك وأرض تيماء. فكل ذلك هو من التعامل مع أفراد من رعاية الدولة الإسلامية ليسوا محاربين ولا مقاتلين. أما الذين قاتلوه وناصبوه العداء وكان أولهم بنو قينقاع وهم بطن من يهود المدينة، فإنهم اعتدوا على امرأة من المسلمين في السوق فجاء إليها رجل من الخلف فشمر ملابسها
سمرها بحديد، فلما قامت انكشفت فصاحت، فكان ذلك نقضا للعهد، فغساهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يقتلوه فأصعدوا رجلا منهم اسمه عمرو بن جحاش وأعطوه حجرا ضخما وأمروه أن يلقيه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقام من مجلسه وأصعد من جاء بعمرو بن جحاش فأقر بهذا الأمر، فطردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من المدينة. ثم بعد ذلك لما كانت السنة الخامسة من الهجرة، لا قبلها، كان أيضا نقض بني النضير، وقد نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا وأخرجهم من المدينة، وقد جعل الله ذلك آية من آيات كتابه، فقد قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وقد أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يحرق نخيلهم، وذلك لضرب اقتصادهم الذي يستعينون به على عداءة هذه الدولة الإسلامية. ولهذا قال الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وبعد ذلك لما كانت السنة الخامسة من الهجرة وجاء الأحزاب وحاصروا المدينة، نقض بنو قريظة وساعدوا الأحزاب، وجاءهم وفد كذلك من بني النضير من خيبر، وفيهم رئيسهم حيي بن أخطب ومن معه، فساعدوا المشركين على محاصرة المدينة، واشتد الأمر على أهل المدينة حتى أنزل الله فيه وصفا بليغا عجيبا في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم، وهؤلاء هم اليهود فهم الذين بالناحية الشرقية وهي أعلى، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وهؤلاء هم اللحابيش قريش وغطفان ومن معهم، فقد جاءوا من جهة وادي العقيق ووادي العقول ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وقد ألهم الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق سلمان الفارسي فكرة الخندق، فخندق فهزم الله المشركين وردهم على أدبارهم مهزومين. وفي وقت الحصار أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة بن دليم إلى بني قريظة يستكشفون حالهم، فوجدوا أنهم قد نقضوا العهد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن وجدتماهم على العهد فأعلنا ذلك للناس، وإن وجدتماهم قد نقضوه فالحنى لي لحنا أفهمه ولا تبتا في أعضاد الناس. وهذا من السياسة السرية والحربية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السعدين إذا وجدوا اليهود قد نقضوا أن يخفي ذلك وأن يقول له كلمة يفهم بها المقصود، فقال له: عضل والقارة. وعضل والقارة قبيلتان من العرب اشتهرتا بالمودة والمحبة فيما بينهما، لا تغزو منهما واحدة إلا ومعها غزو من الأخرى، فهما قال عضل والقارة. وقد فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك أنهم غدروا بنا كما غدر عضل والقارة ببعث الرجيع قبل ذلك. وحينئذ قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله وحاصرهم، ونزلوا على حكم سعد بن معاذ وعاملهم بالشدة والقوة التي أمره الله أن يعاملهم بها جزاء وفاقا على ما فعلوا. وكل ذلك هو عدل الله سبحانه وتعالى وحكمه من فوق سبع سماوات، ليس للناس فيه تدخل ولا شأن، وإنما هو حكم رب العزة والجلال من فوق سبع سماوات. وبهذا يعلم الفرق بين تعامله معهم ما داموا من رعايا الدولة، وما داموا المسلمين، وتعامله معهم في المقابل حين نقضوا العهد وحاربوا وقاتلوا. فكل الحالين له تعامله وله أسلوبه، ومن أراد أن يجعلهما أسلوبا واحدا أو أن يدمج أحدهما في الآخر فقد اتبع سحرة فرعون أو الحاشرين من أصحاب فرعون،
الذين كانوا يقولون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ويهملون الاحتمال الثاني وهو إن كانوا مغلوبين فلم يذكروا ذلك. فكذلك الذين يذكرون أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وأنه أحسن إلى جاره اليهودي، وأنه عاد مريضا من اليهود إلى آخر، هذه الحديث صحيحة، لكن كانت لأولئك الذين هم من رعاياه ولم يحاربوه وقد دخلوا تحت ذمته وتحت دولته. وأما الذين حاربوه فأيضا الأحاديث صحيحة، بل الآيات صريحة في محاربتهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد نفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه حكم الله وأمره فقاتلوا هؤلاء المعتدين. والمسلمون يفرقون بين من يعتدي عليهم ويحاربهم من الكفار ومن لا يعتدي عليهم، فقد فرق الله بين الطائفتين في سورة الممتحنة، فقد قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فجعل الله توليهم ومظاهرتهم ناقضا لهذا الإيمان أصلا وكفرا بالله سبحانه وتعالى، لأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد ذكر الله نقض اليهود للعهد وممالأتهم للمشركين ومظاهرتهم لهم، فإنه سبحانه وتعالى يقول: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فبين الله سبحانه وتعالى أوجه التعامل معهم والتعاطي، وبين أنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، فهم خونة بين الله خيانتهم بكتابه، وبين أنه سيطلع عليها المسلمين وأنه لا يزال ذلك مستمرا. نعم شيخنا، جزاكم الله خيرا على هذا البيان والشافي بإذن الله. البعض شيخنا ينقل فتوى لبعض العلماء المعاصرين ومن بينهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يقول فيه بجواز الصلح مع اليهود بالمفهوم العرفي الدولي وهو الصلح المؤبد، فهل فعلا كانت فتوى الشيخ بن باز على هذا المنوال؟ رحمة الله عليه، أنا لا أعرف حقيقة ذلك، لكنني أعرف أنه لا يقول بما يخالف الشرع إن شاء الله تعالى، وشرع الله سبحانه وتعالى إنما أجاز الصلح مع الذين أصبحوا من رعاية الدولة الإسلامية أو المعاهدين الذين بينهم وبين المسلمين عهد وأمان، فأولئك هم الذين تعصم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم. فالعصمة إما بإيمان أو بأمان، فالإيمان إذا آمنوا والأمان بينقسموا إلى قسمين بدفع الجزية وأن يكونوا من رعاية الدولة، وبالعهد أن يعطوا أمانا من المسلمين. نعم شيخنا، طيب سؤال يطرح نفسه هنا شيخنا، هو ربما ليس سؤالا فقهيا بقدر ما هو سؤال ربما استراتيجي، يعني عفوا. نعم تفضل سيدي. عفوا، بالنسبة للتعقيب فقط على القضية السابقة، ليس للمسلمين مشكلة مع اليهود غير المحاربين من قبل، فإن المسلمين لما اعتدى عليهم الإسبانيون وأقاموا لهم محاكم التفتيش في الأندلس خرجوا، وخرج معهم المظلومون من اليهود فآواهم المسلمون في بلاد المغرب وأمنوا تجارتهم وأمنوا أموالهم وسلموها إليهم، وعاشوا قرونا تحت هذه الدول في الدول الإسلامية، وعاش اليهود في اليمن بين المسلمين وعاشوا في أماكن شتى، لم يتعرض لهم أحد ولم يظلمهم أحد،
ونالوا حقهم من الخدمات التي تقدمها الدولة لرعاياها، فحينئذ هذا المقصود بالعهد مع اليهود أو النصارى أو غير المسلمين إذا كانوا من رعاية الدولة أو بينهم وبين الدولة عهد، فهذا لا إشكال فيه ولم يعتدى عليهم ولم يتعرض لهم. بل الغريب في ذلك أن المسلمين في أيام عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان كانوا فتحوا حصنا صلحا فدفعوا لهم مالا وصالحوهم به، فلما مضى وقت جاء جيش كبير من العدو فسيحاصر المسلمين ويحاصر جيشهم، فأمير ذلك الجيش رد المال إلى أصحاب الحصن وقال لهم إنما أخذنا مالكم لتأمينكم ونحن الآن أمام هذا العدو وهو كاثر فلا نستطيع أن ندفع بأسه إلا بالقتال ونحن سنقاتله، فخذوا أموالكم فإذا نصرنا الله عليهم نعقد معكم عقدا جديدا وإذا لم ننتصر عليهم فقد برئت ذمتنا إليكم. وهذا من تعاليم هذا الدين الحنيف. نعم. طيب شيخنا، عندي بعض الأسئلة يعني قبل أن نعود لبعض الأسئلة الفقهية. يعني لماذا يعني يلاحظ على إسرائيل حرصها الشديد على التطبيع بالمعنى الذي تريده إسرائيل بالضبط بالطبع؟ يعني لماذا تحرص برأيكم شيخنا إسرائيل على التطبيع مع الدول العربية وهي يعني ليست في حاجة ربما لهذه الدول العربية، فهي أقوى منها جميعا سلاحا وجيشا وتنظيما واقتصادا؟ بارك الله فيك. بالنسبة لليهود يريدون احتلال هذه الأرض المقدسة، أرض فلسطين وما حولها، ويريدون إقامة دولة لهم وبقاءها، ويريدون أن يكونوا أقوى قوة في هذه المنطقة، وقد تحقق لهم ذلك في وقت مضى، فلما قامت المقاومة وفصائلها بالأخص الفصائل الإسلامية وشاهدوا تضحيتهم وبذلهم والحروب التي حاربوهم بها وكيف انتصروا ورأوا تقدم هذه المقاومة، ومن أطراف ذلك ما أشرت إليه سابقا مما فتح الله لكتائب القسام الآن من الأسلحة اليهودية التي رموها فلم تنفجر ووقعت بأيدي المقاومة فأعادوا تدويرها وركبوها من جديد، وهكذا ما وجدوه من السلاح أيضا في البحر، فكل ذلك أصبح كنزا للمقاومة وبأيديها، وكنوزها كثيرة إن شاء الله وسيفتح الله لها أكثر من ذلك، فما هذا إلا ما فضل من المعلومات وما تسرب منها، وإلا فلديهم إن شاء الله تعالى من المفاجآت ما يسر المسلمين، وما ذلك إلا مثل حال الغلامين اللذين جاءت قصتهما في قصة موسى والخضر، فإنه قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، فقد كنز الله هذا السلاح الإنجليزي في هاتين السفينتين، وكذلك منع الصواريخ الصهيونية من الانفجار والقنابل حتى وقعت بأيدي المقاومة، فهذا كنز هذه المقاومة وهذه نشأتها وبدأتها، وكان أبوهما صالحا، فيمكن أن تقول مثلا أحمد ياسين، شيخ أحمد ياسين أو الشيخ عز الدين القسام أو غيرهما، فهؤلاء الصالحون الذين قادوا هذه المقاومة لا بد أن يبقى لدعواتهم وأثرهم مثل هذا النوع من الكرامات التي يكرم الله بها أولياء، فلذلك خاف اليهود من مثل هذا وأرادوا أن يحاصروا هذه المقاومة ولا حصار لها إلا بأيدي المسلمين مع الأسف، فأنت تعلم أن الحصار المضروب على غزة منذ 13 سنة الآن ليس بأيدي اليهود وحدهم، بل النظام المصري مشارك فيه، ولم تجد غزة متنفسا إلا في السنة التي حكم فيها الدكتور محمد مرسي رحمة الله عليه حكما جزئيا في مصر، وهم يريدون أن يستغلوا المسلمين في حرب إخوانهم،
وهذا شأن اليهود دائما، فهم لا يقاتلون إلا من وراء جدر، كما قال الله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. فالجدر أقاموها، فأقاموا الجدار العازلة وأقاموا الجدار الإلكترونية وأقاموا ساعدوا مصر على إقامة جدار بينها وبين غزة، فهذه جدر. وهذا يدل على أن أقل الجمع ثلاثة جدر إلى الآن عرفناها، وهذا من إعجاز القرآن. ثم بعد ذلك يريدون أن يجيشوا هذه الدول لمحاربة المسلمين ومحاربة الفلسطينيين ومحاربة المقاومة، وهذه الدول بعضها أصلا مجيش نفسه لذلك، فبعضها حارب المسلمين في كل بلد ووصل ضره وشره إلى كل بلد، فضرهم واصل إلى ليبيا وإلى مالي وإلى أطراف الأرض كلها، يتأثر المسلمون بهم في الغرب، يحذرون الغرب من مساجد المسلمين، يفعلون الأفاعيل بالمسلمين في كل مكان، وكذلك بالدعاة والعلماء والمخلصين في وطنهم وبلدهم. فأنت تعرف حال كثير من الدعاة والعلماء الآن في السجون منذ سنوات، وما عذبوا به وابتلوا، نسأل الله أن يجعله رفعا لدرجاتهم وأن يعجل الفرج لهم. وبعضهم سحبت جنسياتهم وشردت أسرهم وأوذوا غاية الأذى على أيدي هؤلاء الذين يزعمون أنهم من أبناء جلدتهم ومن حكام بلادهم ومن أولاد المسلمين ومن عيال المسلمين. فقديما كان اليهود يطمعون فقط بمجرد صلح مع مصر، وقد كان لهم ذلك في كامب ديفيد. ثم بعد ذلك هذا التطبيع المعاصر ليس صلحا، وإنما هو تجييش للبلدان المطبعة لأن تكون جيشا ضد الإسلام والمسلمين وضد المجاهدين وضد المقاومة، وأن تستغل هذه الدول بكل طاقاتها كذلك، وأن تباشر حربا بالوكالة ضد الإسلام والمسلمين عن اليهود، فهم يباشرون هذه الحرب بالوكالة عن اليهود ونيابة عنهم. وقد شاهدنا ذلك في الحروب الأربعة التي قامت على غزة، فقد كان لبعض هذه الدول مشاركة فيها إلى جانب اليهود، ورأينا أيضا مشاركة بعضهم في الوقوف إلى جانب اليونان ضد تركيا، ورأينا كذلك المناورات المشتركة مع اليونان في البحر الأبيض المتوسط وغير ذلك من الأمور، وهم يساعدون كذلك بأسلحتهم وأموالهم كل من اعتدى على المسلمين أو آذاهم. فأنت تعرف أن المعتدين الذين غزوا طرابلس وأرادوا إحراقها على رؤوس أهلها وقتلوا وزرعوا الأنغام وأحاطوا الطرق بهذه الأنغام المفسدة، إنما كانوا بدعم من هذه الدول المطبعة وبسلاحها ومالها وميليشياتها والذين جاءت بهم من مختلف البلدان. شيخنا، يعني يعني الآن ما يعني لو سألت سؤالا، يعني ما خطورة التطبيع مع الصهاينة على عقيدة المسلم في المقام الأول وعلى ومن ثم على حياته ومعاشه؟ بالنسبة لعقيدة المسلم تقتضي ولاء لله ورسوله والمؤمنين، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هذا اللفظ الذي يسمى اليوم بالهرولة. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون
ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذا ضرر على العقيدة لأنه ردة وكفر كما بين الله ذلك، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، فهذا ردة وكفر بالله سبحانه وتعالى من موالاة أعدائه ومحاربة أوليائه. ثم بعد ذلك الضرر المترتب عليه منه حرب مع الله ورسوله، فإن الله سبحانه وتعالى آذن بحرب من حارب أولياءه، ففي الحديث القدسي الصحيح من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم بعد ذلك فيه المذلة والمسكرة والهوان، وفيه كذلك استجداء هؤلاء اللئام، فالذين يطمعون أن اليهود سيقدمون لهم خيرا أو أنهم سينفعونهم بنافعة قد أخطأوا ولم يقرأوا تاريخ اليهود ولم يعرفوا أنهم أبخل الناس وأقلهم نفعا للناس. وكذلك الضرر اللاحق بهذا هو ضرر السمعة وتلويثها، فإن هذا هو غاية الذم والعار والعيب، أن يوصف أحد بأنه موال لإخوان القردة والخنازير، معاد لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته وأتباعه، فهذا غاية العار والشنار والعيب والذم. وكل هذه الأضرار معها أيضا ما يسلط الله به هؤلاء على من استكان لهم، فسيأخذون أموالهم ويستغلونها. وقد شاهدنا إذلال رئيس أمريكا لكثير من الخانعين له والمتذللين بين يديه، وما يجري منهم من جبايات، وما يأخذ منهم من الأموال، وما يبتزهم به من الابتزاز، كل ذلك مشاهد في الشاشات بالصوت والصورة، موثق لا نكرة فيه ولا يستطيع أحد المجادلة به. شيخنا، يعني لو سألتك الآن عن بعض الأحكام الشرعية، يعني بداية ما الواجب الشرعي على الشعوب الإسلامية والعربية تجاه تطبيع حكوماتها مع دولة الصهاينة؟ يجب على الشعوب العربية والإسلامية كلها وأحرار العالم كلهم أن يقفوا مع المظلوم، وأن يقفوا ضد الظالم، وأن يقفوا ضد المطبع الخائن، وأن يبينوا أنه لا يمثلهم، وأن يضغطوا عليه بكل الضغوط، وأن يضغطوا على هذه الحكومات حتى إذا تراجعت عن تطبيعها وعن اتفاقياتها وغيرت وجهتها الحمد لله، وإذا لم تفعل فإنه يجب إسقاطها بما يستطيعون من ذلك، لأنها أصبحت عدوا للمسلمين ومشاركة في حرب ضد هذا الدين وأهله. طيب، وهل يعني في هذا الصدد، يعني هل يجوز الإنكار العلني على من قبل الشعوب والأفراد على الحكام لتطبيعه مع الصهاينة؟ لا يجوز بل يجب، فهذا فرض واجب، لأن المنكر العلني المعلن لا يحل السكوت عليه ويجب إنكاره علنا، فإنما ينكر في السر على من أسر بمنكره ولم يجاهر به. أما المجاهرون الذين سحب الله عنهم ثوب العافية فلا بد أن ينكر عليهم بالجهر، وإنكار المنكر فرض من فرائض الإسلام المستمرة ومن شعائره الثابتة، وهو مستمر لا تغيير فيه، وهو من محكمات الشريعة التي لا يمكن أن يأتي وقت يسقط فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل إن الله سبحانه وتعالى حض عليه ووصف به المؤمنين حتى قبل بعض أركان الإسلام كالصلاة وغيرها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، فبدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل الصلاة والزكاة. وكذلك فمن دواوين الإسلام الكبرى مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمة الله عليه، وهذا المسند من أكبر دواوين الإسلام، وأول حديث فيه هو حديث أبي بكر الصديق أنه قال
أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أو شك أن يعمهم الله بعقاب منه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم خطر ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يمنع استجابة الدعاء ويقتضي عذابا من عند الله تعالى، كما أخرج الترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يصيبكم بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم حال بني إسرائيل في هذا، فقد قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنعه فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وقعيده وشريبه، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم على بعض ثم قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم إلى قوله فاسقون، ثم قال كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. والظالم يشمل هذا اللفظ من البعض العموم، فأل التي فيه المعرفة هي للجنس، فهذا يشمل كل ظالم، فيجب الأخذ على أيدي الظلمة جميعا، وإلا غرقت السفينة بما فيها، فهذه الكرة الأرضية التي نحن فيها ما هي إلا بمثابة سفينة تنخر عباب الماء، وما أهونها وأهلها على الله إذا عصوه. وقد أخرج البخاري في الصحيح عن النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نوذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فهذه ثلاثة أقسام: المنكرون الذين ينكرون المنكر إذا رأوه ويقومون لله بالحق وهم قوامون بالقسط لله كما أمرهم، والمبغضون للمنكر بقلوبهم ولا يستطيعون تغييره لا بأيديهم ولا بألسنتهم، وهؤلاء ناجون إن شاء الله لعجزهم. والقسم الثالث: من رضي وتابع فأولئك هالكون مع الهالكين، ومنهم الذين ينكرون على المنكرين وهم أشدهم عقوبة، فقد قال الله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فالذين نهوا الناهين هلكوا مع الهالكين، ولم ينجوا إلا الذين كانوا ينهون عن المنكر، أنجينا الذين ينهون عن السوء، والبقية كلهم أخذهم الله بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نعم شيخنا، بقي لي أقل من 4 دقائق يعني عذرا على هذه المقاطعة، يعني عندي سؤالان مهمان الآن. ما واجب المسلم الآن تجاه فلسطين في ظل صعوبة ربما الجهاد بالنفس، أنا أقصد المسلم من غير الفلسطينيين الذين في الداخل، ثم علي أختم بهذا السؤال: ما الواجب وما هو دور العلماء الآن والفقهاء في التحريض يعني ضد هذا التطبيع؟ بارك الله فيك. بالنسبة للمسلم لا يسد عليه باب، وكلما سد باب فتح باب آخر، وهذا الزمان فتح الله فيه كثيرا من الأبواب، وهذه الشبكة العنكبوتية بالإمكان أن يوصل المسلم نفعه إلى المحاصرين في غزة من خلالها، من خلال العملات الرقمية، من خلال المساعدات بأي وجه من الوجوه، أن يساعد وأن يكون له دور حتى بالإعلام، بالكلمة، بالموقف، بالمسيرة، بالمظاهرة، بالتأييد بأي وجه من الوجوه، هذا كله واجب على من قدر عليه.
وبالنسبة للذين يستطيعون ذلك فلم يفعلوا هم آثمون لأنهم قدروا على ما أمروا به فلم يفعلوه فحل عليهم الإثم بذلك. أما من فعل ما يقدر عليه فهو هذا الذي يكلف به، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. فالتكليف لا يكون إلا بما يدخل في الطوق وما يستطيعه الإنسان، وذلك من لطف الله سبحانه وتعالى ورفقه ورأفته بعباده. فلم يكلفنا إلا بما نطيق، ولكن لم يكتب علينا المذلة والمسكنة، وإنما كتب ذلك عن اليهود فهم أهل الذلة والمسكنة، أما نحن فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ويجب علينا أن نظهر هذه العزة وأن نحرض المؤمنين على القتال كما أمر الله رسوله بذلك، فقال تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فيجب على العلماء وعلى الإعلاميين وعلى من له كلمة مسموعة أن يظهروا هذا الحق، وأن لا تأخذهم بالله لومة لائم، وأن يعلموا أن أعمارهم بيد الله وأنها لا تنقص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وأن أرزاقهم قد قدرت ولا تنقص أيضا، وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وأنه رفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن. فلا معنى بعد الإيمان بكل ذلك للخنوع والخضوع للابتزاز، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن حكمة القدر، فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فلا بد من بيان الحق وقوله وعدم الاستحياء منه، وهذا الذي بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة بالعسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، لا نخاف بالله لومة لائم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم وجزاكم الله عنا كل خير. الشيخ محمد الحسن ولد الددو، مؤسس ورئيس مركز تكوين العلماء، وشكر موصول لكم أيها الأفاضل على حسن المتابعة، وحتى نلتقيكم في حلقة قادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.